سعيد جدا بالمشاركه والمجيء لمصر، وهذا مش غريب يعني من ناحيه حسن الضيافه، الامن والامان ما نحكيوش عليه، لان هذيك ميزه من ميزات مصر، وانا من عشاق مصر ودائما نجي، وهذه المشاركه الثانيه في مصر، ثالثة في مصر بالنسبة لي وبالنسبة للفريق متاعي. أما أنا كرجل أعمال متعود على المجيء لمصر دايما، وعمري ما كنت نشك حتى لحظة في الأمن. أسعدنا كذلك بحسن الضيافة كسوة في النزل أو في النادي الأهلي. والله أنا متعود ديما نجي لمصر، يعني مش أول مرة، وزرت عدة أماكن في القاهرة، كل زرتها كمتحف أو أهرامات وكل. إن شاء الله مرة جاية نكون مع العائلة متاعي ونزور شرم الشيخ أو الغردقة، لأني ما رحتش، بس أعرف إسكندرية، نعرف عدة أماكن في مصر، يعني متعود بالمجيء دائما في مصر. Human activities have many aspects. Egyptian is الشعب المصري كله معروف عن كرم اخلاقه وعن طيبته وعن استضافتهم دايما لاي حد. دي المره الثامنه او التاسعه ليه هنا في مصر، وهو دايما شايف ان مصر من اكتر الشعوب اللي بتحب الناس وبترحب بيهم في العالم. هو بيقول ان في معظم الناس ممكن تبقى ان هي مش بترحب بالاخرين، بس دي حاجه نادره جدا في مصر، لان شعب مصر معروف ان هو شعب كريم جدا بطبعه. We have been to pyramid. هم زاروا أماكن كتير قوي في مصر، بس من أهمهم وأبرزهم الأهرامات طبعا والمتحف المصري. وهو من رأيه أن مصر كبيرة جدا، القاهرة نفسها كبيرة جدا، والمعالم السياحية فيها كتير قوي. فهو بيقول أن هو بعد كده ممكن يجيب العيلة بتاعته ويجوا أسبوع أو أسبوعين علشان يقدروا يشوفوا معظم الأماكن في مصر. رأيي في مصر، أنا من الجزائر، ومصر بلدي تاني بحبه كتير، و انا متشرفه كتير ان الحضور تاعي هنا عندكم هنا في مصر، ونحب كتير مصر. عايزه انا مشيت للاهرام، اذا كما نقول المتحف على الهواء الطلق، حبيته كتير. It's perfect. تاني عايزه I would like to visit everything in Egypt. But the time it's too short for us. بالفعل احنا مقيمين هنا في مصر، ويعني كل الامكانيات محطوطه عندنا، وانا فرحانين بوجودنا في مصر، ويعني الاقامه جيده والاكل جيد، كله تمام. متحف القاهره هو يعني جميل، وانا شفته من قبل. الأهرامات يعني شفناهم عدة مرات، نجي مصر وشفناهم، ويعني أنا بحب أروح الخلخليلي لأنه يعني تقليدي، فيه تقاليد مصر وفيه أشياء جميلة نشوفها هناك. إحنا متعودين نجي لمصر، والله إحنا بنكون مرتاحين في مصر الحمد لله. جميع الناس تروح الأهرامات، نروحوا الخلخليلي نشتروا سوفونير، ونروحوا لنهر النيل. هذه رابع مرة في مصر، والجو يعني والفناه لهنا تاع مصر كيما الجزائر، ما فيش يعني فرق كبير. الأهرامات يعني كل خطرة نجو لهنا نحبوا نزيدوا نروحوا للأهرامات، ومام نهر النيل ثاني. شخصيا حبيت مصر كثير، ويعني الشعب المصري كثير كويس، ويعني الإقامة مليحة، وبنطلع على نهر النيل، ويعني المنظر جميل، حببناها كثير. يعني أهرامات الجيزة، ويعني نحب نقوم بجولة على نهر النيل في الباخرة. أنا جيت برشا مرات لمصر، وكل مرة نحب أكثر، معناها فريمون نحس الواحد يحس روحه غير ما في بلاده. الناس الكل عندهم رحابة صدر، ومعناها وجونتي، باهين ناس كويسين. أنا عايزة أروح الخليلي اللي على خاطر الجو باهي غاديك، سورتو في الليل، جو ما عندناش الجو هذاك في تونس الحق،
دونك هذاك علاش ماذا بيا نمشي نعاود نمشي للخان خليلي. انا المره الرابعه نجي لمصر، يعني في كل مره معناتها نشوف معناتها حاجات معناتها في حكايه التنظيم او في الاستقبال او في يعني في الاورجانيزاسيون فما حاجه خاصه. هذه المره الثالثه اللي نجي فيها لمصر دونك، والمره الثانيه اللي نسكن في بيراميزا دونك، وتيل هي البرشا، الماكله بنينه، تنظيم كالعاده باهي ومحكم ويعطيهم الصحه. اما عندكم معجزه من معجزات العالم، يعني واحد ما ينجمش يشكك فيها.